خليني أنتقل إلى السيد عصام. سيد عصام، يعني اليوم في ظل وجود يعني بصراحة كتل خاسرة، والكتلة الصدرية يعني مبارك لكم يعني فازت فوز كبير 73 مقعد، والبعض يتحدث أنه اليوم أنتم خسرتوا يمكن مقعدين. أريد أعرف شنو رأيكم مما يجري من إعلان النتائج الجديدة، وأنتم فقدتوا مقعد لو مقعدين ما أدري يعني لحد الآن، لأن بعد النتائج تطلع متغيرات بها، وشنو رأيكم بالعملية الانتخابية وأيضا العمل المفوضية؟ وارحب بضيوفك الكرام وارحب بمتابعيك ومشاهديك الافاضل. حقيقه ما يجري اليوم من اعتراضات من الكتل السياسيه هو تبرير للخساره المدويه التي حصلت في الانتخابات 2010. خساره مدويه؟ طبعا خساره مدويه، كتل نزلت بمستويات متدنيه جدا في هذه الانتخابات، لذلك بدأ جمهورهم يعتب عليهم، يقول لهم أين كنتم؟ كيف أدرتم حملتكم الدعائية؟ هناك مرشحين من أكثر من كتلة في تحالف الفتح أو تحالف دولة القانون نزلوا بدائرة انتخابية، فصار العتب كبير عليهم على اعتبار أنه إدارتهم للدعاية الانتخابية وتوزيع المرشحين كان خاطئ جدا. لذلك ذهبوا إلى موضوع التزوير والمفوضية غير قادر على إدارة هذه العملية الانتخابية. هناك شيء مهم جدا، قضية الطعون، يعني هناك أشرطة بعد انتهاء الاقتراع وزعت على كل الكيانات. إذا كانت هذه الأشرطة لا تتطابق مع معلومات المفوضية في المركز الرئيس، من الممكن أن تعترض هذه الكتل على هذه النتائج. لكن اللي حدث وتصريح المفوضية لا توجد أي شكاوي حمراء حول هذا الموضوع. هذا وين يودينا؟ يودينا لقضية أنه هذه الكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات لا يوجد لديها شكوى حمراء موجودة داخل المفوضية. إذن الموضوع هو لإرضاء جماهيرهم الساخطة على إدارتهم للحملة الانتخابية. نعم، يعني فقط الحملة الانتخابية لأدائهم الحكومي أو الشخصي أو يعني البرلماني السابق. إحنا بالنسبة لي أنا أتكلم مع جمهورهم، أما قضية الساخط أو الإحباط أكيد يوجد لديهم معارضين من خارج من الكتل الأخرى أو من التيارات أو من الأيديولوجيات الموجودة لديهم بعض الإشكالات على طريقة أدائهم، لكن جمهورهم من المحبين لهم يعني، فأكيد هذا الجمهور تولد عنده الإحباط، خصوصا أنه تصريح مثلا السيد هادي العامري يوم أمس كان تصريح حقيقة قال لك الانتخابات مفبركة، ينطي انطباع أنه الرجل مستفز، رجل مضغوط عليه، راد يسجل موقف فقط أمام الجمهور وأمام الكتل السياسية والأحزاب المنضوية تحت تحالف الفتح. لذلك قضية الفرز وإلى آخره لم تغير بالنتائج كثيرا. مثلا الكتلة الصدرية 73 مقعد، لدينا واحد قلق اللي هو بالدائرة الثامنة فرق صوت واحد، جاءت الصناديق والبرحة اللي فرزوها أدت إلى صعود امرأة من تحالف الفتح، الأمر طبيعي فرق 40 صوت، الأمر طبيعي، ما ممكن أنه أنا أقول هاي العملية مزورة لأن فقدنا مقعد. كل لو تلاحظين كل الأحزاب اللي خسرت في الانتخابات ما عدا السيد عمار الحكيم كان موقفه موقف الكبير، موقف رجل الدولة قبل بنتائج الانتخابات، على اعتبار أن السيد عمار الحكيم لديه الأشرطة التي أخذها مراقبوه من الكيانات السياسية من المفوضية. يعني عرف أن شعبيته قلت. لا مو شعبيته قلت، الانتخابات على شعبيه لا 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 لا
مو شعبيه قلت، هي الانتخابات خطره جدا. لا يعني ما يخالف، خلينا نحكي بصراحه، يعني الشعبيه قلت من 19 مقعد. مو صحيح. لا لا مو مقعد. خلي انتقل بس خلي اوصل الفكره. مال السيد عمار، لا لا بس خلي اوصل الفكره، انه السيد عمار الحكيم لديه جمهور، لكن هذه الانتخابات خطره جدا، ادت الى خساره كتلته في الانتخابات والحصول على 3 مقاعد، لكن الرجل تصرف رجل دوله وقبل بمخرجات هذه الانتخابات على اعتبار ان المفوضيه هي المخرج الحقيقي والشرعي لهذه الكتل التي تمارس عملها في البرلمان في المرحله المقبله. خليني.